بحر النزوح الممتد من صحراء الأنبار إلى جسر بزيبز باتجاه بغداد اصطدم بسواتر وحواجز حكومية وضعت على الجسر، وهو المعبر الخشبي الصغير على نهر الفرات الذي يربط مناطق غرب العراق بالعاصمة بغداد. الجسر شكل صورة رمزية أضحت رمزاً للعارف العالم، حيث قامت حكومة العبادي عام 2016 بمنع النازحين من سكان محافظة الأنبار من دخول بغداد. بعد أشهر من وقوف النازحين على أعتاب جسر بزيبز يتوسلون عبور الجسر إلى بغداد، وضعت حكومة العبادي أمامهم ما يشبه تأشيرة دخول فيزا يتعين على أي نازح الحصول عليها لدخول العاصمة بغداد.